الكبير الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبديع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المادي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear brothers and sisters Alhamdulillah we have reached just over halfway in Ramadan as we look forward to the second half and Laylatul Qadr inshallah ta'ala let us make the final big effort that we need to make to finish off our masjid Let us take advantage of this Ramadan and the last 10 nights that are coming up and Laylatul Qadr.